اهلا بحضراتكم من جديد، لانه لا صوت يعلو على صوت الكيان. واعتقد حضراتكم متابعين كل المباريات باهتمام شديد. بدات الامور تدخل في الجد بجد، عشان كده كان لابد ان احنا يتوفر لينا رؤيه تحليليه متعمقه وايضا رؤيه خبيره من قلب الملعب. معانا ومعاكم النهارده الخبير الكروي الكبير الكابتن فتحي نصير. اهلا بيك يا كابتن. كابتن ابراهيم، مساء الخير ومساء الخير للكابتن عادلي، وشرف ليا يعني ان انا قاعد في وسط النجمين الكبار طول مع احمد الجوال كمان، يعني حاجه مشرفة. وايضا محللنا في قناه الاهلي واللي بتستمتعوا برؤياه زي ما استمتعتوا باهدافه لفترات طويله، كابتن احمد بلال. اهلا بيك يا كابتن. استاذ ابراهيم اهلا بيك، طبعا اهلا بحضرتك، وسعيد ان انا موجود معاكم مع الباشمهندس عدلي. ده سعد اللي نحن، وان شاء الله يبقى يعني لينا نبقى موفقين معاكم باذن الله. ان شاء الله. الكابتن فتحي نصير حافظه صم. صحيح. انا يعني اعمل فيه ماجستير. لكن انت بالنسبه لي في التحليل مفاجاه سعيده جدا. شكرا كابتن، ربنا يخليك. يعني من الناس اللي ليها فعلا رؤيه عميقه، ومن زوايا الواحد يعني، واحنا بنتفرج بنفكر في منطقه، بلاقيك انت بتوسع لنا المناطق بتاعه التحليل، فاحنا مبسوطين بالخلطه اللي قدامنا. يعني هندي للناس جرعه حلوه قوي ان شاء الله يا رب. شكرا كابتن فتحي. كينيا متقدمه على تنزانيا لازالت 3-2 دلوقتي، وده معناه ان كينيا يا كابتن احمد تقترب من انها تكون ثالث، ولو طلعت ثالث هي اقرب فرقه منتخب مصر بعد تاهله، ضمن التاهل امبارح، وان شاء الله في ماتش اوغندا ياكد احتلاله للمركز الاول يوم الاحد، وبالتالي هيلاعب احد التوالد في ثلاث مجموعات. تاهلنا في حال كينيا، الطريق يبقى سالك سنه؟ يعني هيبقى سالك في دور ال 16. في دور ال 16. ايا كان، يعني احنا ممكن كينيا او ممكن نروح الناحيه الثانيه شويه، جنوب افريقيا. المجموعه اللي بعديها جنوب افريقيا. او الناحيه الثانيه ممكن انجولا. دي كلها التوالد المحتملين. المحتملين طبعا، لان هم لسه ما لعبوش، بس احنا بنتكلم اللي على الورق. بالظبط. اللي هي المعلومات الرقميه المكتوبه بالمشاهده، لكن مش العمليه. وبالتالي احنا دور ال 16 ان شاء الله باذن الله هنتصدر المجموعه. احنا وصلنا لكن لم نتصدر. لان لو ما تصدرناش في خطوره. هتقول لي خطوره ايه؟ برضو للساده المشاهدين يبقوا عارفين. الخطوره ان انت لو طلعت تاني هتلاعب اول الجزائر او السنغال. اول المجموعه الثانيه. لا، الجزائر او السنغال، واحنا شفنا الجزائر والسنغال النهارده. لا، هي الجزائر، لان السنغال الجزائر كسبت السنغال. ما نعرفش لهم ماتش ثالث. ما يعني لا. الجزائر باللي شفته فريق صعب جدا انك تغلبه. الجزائر هيطلع اول وثاني. وهو طبعا احنا دايما نقول مش عشان بس الكره عاليه، واخدينها بجديه وضغط، يعني بيخنقوا الفرقه اللي قدامه، بتحس ان الفرقه قاعده تصرخ اللي قدامه. يبقى اذا في الحاله دي زي ما حضرتك تفضلت كابتن عدلي، ان لو الفرقتين كسبوا بنرجع للنقط، هنلاقي النقط قد بعض، بنرجع للواجهات المباشره. الجزائر هي اللي كسبانه، بقت الجزائر الاول. يبقى في الحاله دي لا قدر الله لو طلعنا تاني، وان شاء الله هنطلع اول، لكن لو طلعنا تاني بس المشاهدين يكونوا عارفين، يبقى هتقابل الجزائر في دور 16 بدري. بدري قوي، لكن ان شاء الله الماتش اللي جاي مواجهه مؤجله يا كابتن. بص، هي دور 16 تلعبها في الثمانية، هي سكتك في الثمانية بقى. ايوه، تقابلك في الثمانية. بص، هي في ايد منتخب مصر، يعني منتخب مصر هو الوحيد اللي ممكن يحدد وهيقابل مين. امكانياته وقدراته. احنا دايما احنا قلنا ان المباراه الاولى ما تقدرش انك تحكم على كل الفرق من كل الزوايا. المباراه الاولى مباراه افتتاحيه بالنسبه لك، لعيبه لسه ما دخلوش اجواء البطوله، وده وضع طبيعي جدا. عندك كمنتخب مصر، مش بقيه المنتخبات، عندك رهبه شديده او توتر او قلق شويه من الجمهور اللي موجود، ده وضع طبيعي جدا. فبالتالي الماتش الثاني بالنسبه لك هو ده المرايه بتاعه الناس كلها بالنسبه لك، او ده الحكم عليك كمنتخب، هل عندك امكانيات وتستطيع انك تكمل في البطوله؟ لان مش كل مباراه بالنسبه لك هتبقى المباراه الاولى، مش كل مباراه بالنسبه لك هتبقى مباراه القلق والتوتر والخوف والرهبه شويه من الجمهور وعدم الاستعداد الجيد او عدم الدخول في المباراه بشكل جيد. منتخبنا الماتش اللي فات الاداء انتهت المباراه، يعني فوز كينيا 3-2 خلاص، يبقى احنا كينيا كده بنتكلم ان هي خلاص 3 نقاط،
المباراه اللي جايه هنتفرج عليها بالظبط. ولكن عشان كده بقول لك ان المنتخب هو اللي بيدي يقرر الماتش اللي جاي هيلعب اوغندا باي طريقه وباي شكل. انا اتمنى بس ان المنتخب يبقى فيه تغييرات شويه او فيه يعني في حاجه اسمها تاكتيكال فليكسبيليتي، يعني هو المرونه التكتيكيه. ده معناه انك مش في كل مباراه هتلعب بنفس الطريقه. يعني انا النهارده لعبت كينيا، لعبت الكونغو بطريقه لعب هي نفس الطريقه اللي لعبت بها زيمبابوي، المفترض ان دي تتغير مع اوغندا لو انا برضو عايز اكسب، لان انت بتلعب مستوى مختلف شويه. اوغندا مستوى مختلف شويه، المباراه اللي فاتت اوغندا تكسب يعني لولا اهدار بعض الفرص المحققه لفرقه اوغندا كانت المباراه تنتهي لصالح اوغندا، وضع طبيعي. فانت النهارده قدام محك انت كمنتخب مصر اللي هتقدر بنفسك يتعدي وتقول انا هلاعب مثلا للثالث الفرقه اللي بعديها، تمام، او ثالث مثلا هتلاعب كينيا او هتلاعب انجولا او هتلاعب جنوب افريقيا، او هتحط نفسك في مأزق كبير جدا وتلعب فرقه من الفرق المصنفه، لان انت عندك 8 فرق مصنفين. انا عايز بس اقول الاضافه الثانيه انك كل مباراه بتلعبها في الـ في الـ في الـ في الجروب ستيج دي او في المجموعات بتديك ثقه، بتديك دخول في اجواء البطوله. يعني في فرق ما بتدخلش بدري يا كابتن، يعني انت بتنضج مع الوقت. مع الوقت بالظبط، يعني كل مباراه في الـ في الـ في بطوله في دوري المجموعات او في دوري المجموعات بتديك ثقه زياده، بتديك دخول زياده. يعني ممكن تكون فرق زي الجزائر المباراه اللي فاتت مش الجزائر النهارده، مختلفه تماما او مختلفه بشكل كبير. الجزائر المباراه اللي فاتت بتكسب تمام، ولكن الاداء كان مختلف. النهارده الريتم مع المباراه عالي، مع السنغال لقينا ريتم مختلف، سرعه مختلفه، قتال مختلف تماما عن المباراه الاولى. مختلف تماما. عايزين نتوقف الزمن ده. انا يعني انا شفت الضغط الفردي والثنائي والثلاثي في بعض المواقف، كان اللعيب ما فيش كره مشتركه ما كانتش لمصلحه اللعيبه الجزائريين، فهم فرقه مرهقه لاي، واخدينها جد من الدقيقه الاولى لحد نهايه المباراه. لو بالطريقه دي لا، الجزائر هتتعب اي فرقه تقابلها يعني. اكيد ده وضع طبيعي. فعشان كده بقول لك انت لازم قويه برضه يا كابتن، سرعه يا كابتن، قوه جدا. زي ما حضرتك بتقول الكرات المشتركه اللي هي خد بالك دي عامل مهم جدا في كل المباريات. انا النهارده الحاجات الانديفيدوال دي اللي بتديني يعني مين اللي هيبقى ليدنج في الماتش، مين اللي هيسيطر، مين اللي عنده القوه. دي مشكلتنا احنا في الكره المشتركه. هو ده بقى اللي انا بقصده يا كابتن فتحي. احنا شفنا الجزائر والسنغال صدام عنيف جدا، فيه قوه وفيه سرعه وفيه التحامات وفيه روح عاليه جدا، ما شفناش ده في منتخب مصر رغم ان احنا بنلعب على ارضنا ومعانا كل الجماهير دي بالمعايير دي في الماتشين. ايه الفرق؟ الفرق هي كرة القدم الحديثة عشان برضو الناس تكون عارفة، اساسا القوة والسرعة. تمام. اساسها في اوروبا القوة والسرعة، امريكا اللاتينية قوة والسرعة، افريقيا قوة والسرعة. طب فرقتين قد بعض او اتنين لعيبة قوة وسرعة قد بعض، اللي يفرق بينهم ايه؟ المهارة. يبقى المهارة المغلفة بالقوة والسرعة هي اللي هتتفوق، لكن مهارة بس من غير قوة وسرعة مش هعمل حاجة. القوة والسرعة تكسب طبعا. فإحنا فرقتنا والالتزام، التزام الخططي بإنك تنفذ. يعني أصل كلمة الالتزام دي يعني عايزين نديلها وقت ومساحة كويسة عندنا. مش هلتزم يا كابتن عادلي إلا إذا كان عندي القوة والسرعة اللي هي بتمثل أساس اللياقة. ما عشان ألتزم، التزم بالمراقبه، التزم بالضغط، دي عايزه لياقه، دي عايزه قوه، عايزه سرعه، ان انا ارتد بسرعه، ان انا كل يعني يبقى فيها السرعه كلمه، هي سرعه كلمه صغيره لكن فيها معاني كتير قوي. سرعه تمرير، سرعه تسديد، سرعه حركه، سرعه ضغط، سرعه نط لفوق، سرعه الضغط على الخصم من قدام، سرعه الزحلقه، سرعات كتير. السرعه هي كلمه لكن لما نفصصها لازم اجي مع فرقتي اقولها مع منتخب مصر. أنا عندي مهارات؟ في مهارات. طيب هل في عندي قوة؟ مش كل اللعيبة. هل عندي سرعة؟ مش كل اللعيبة. إيه اللي مميز صلاح ومخليه أحسن لاعب في أوروبا؟ السرعة والقرار. السرعة؟ عنده سرعة وأصبح قوي دلوقتي، بالإضافة المهارة اللي عنده. فخلاص المثلث اكتمل. طالما المثلث اكتمل محدش هيقف قصاده. القوة والسرعة والمهارة الاتنين كله هيقدر ينفذ المهارة صح. المهارة لا تنفذ. يعني هو تأكيدا للكلام بتاع حضرتك، الجون اللي جابه كابتن محمد صلاح هو مقرر هيجيبه ازاي؟ لأنه انت هو عادة بيروح واخد الناس على الشمال ولاعبها في البعيدة. صح.
هو قرر انه هيموه المره دي يلعبها بس يفتح لنفسه المساحه يلعبها عكس عكس التوقع. يعني لان ده يا باشمهندس لو حضرتك يعني ركزت في المباراه اكتر من كوره يحاول صراحه نبقى في البعيده يلاقي الزاويه مقفوله يلاقي المدافع ما عاملين حسابهم عليه يعني قافل الحته البعيده وجون ولا اللي ضاع جاب في بوش جاب وكان لعيبه في البعيده الكره اللي قبليها برده لما المدافع عمل تاكلينج راح برده كان موه على الديفنس فبالتالي هو غير من فكره في الحته دي لو خدت المهاره بالظبط مهاره الفكر ايوه مهاره اتخاذ القرار والسرعه في اتخاذ القرار هي دي السرعه برضه صح سرعه اتخاذ انت عارف يا باشمهندس لو تاخر شويه الزاويه اللي ورا دي خلاص اتقفلت فدي سرعه اتخاذ القرار دي فيها دي الميزه فدي بنرجع تاني يا احمد ويمكن انت هتشعر بيها لانك انت كنت لاعب وكان عندك القوه وكان عندك السرعه بس يمكن دلوقتي زادت قوي يعني الميزه دي او الظاهره دي بقت موجوده لاعب بدون قوه لا يساوي شيء لاعب بدون سرعه لا يساوي شيء طيب. مهاره بس لا تساوي شيء لا بد ان يكتمل المثلث القوه والسرعه كويس. زائد المهاره قوه وسرعه يعني القدره والقدره يعني السن هل اعمارنا مناسبه للمعايير دي انت جيت لظاهره خطيره ابراهيم كنت يعني عشان فيها. ايه لا يكلف الله نفسا الا وسعها ظاهره صحيه دي لا يعني ظاهره صحيه هل عندنا هذه القدره نقول اللي بيلعبوا في الملعب ايوه 24 فريق لعبوا بما فيهم منتخب مصر اها انا عملت احصائيه لل 24 فريق اللي بيلعبوا في اللي لعبوا في الدوره في الدوره في الدوره دي اللي لعبوا وهخص اكتر منتخب مصر منتخب مصر اخر حاجه مباراه لعبوها متوسط اعمارهم 29 سنه وشهر 29 وشهر طيب تقول لي ما احنا غيرنا ثلاثه في الشوط الثاني والتغيير ما اثرش في الفرقه كل الناس بتقول التغيير ما اثرش ليه ما اثرش لان لم الثلاثه اللي خرجوا ودخل ثلاثه تانيين بقى 29 سنه بس الشهر احنا عندنا وليد سليمان 34 عبد الله السعيد 32 عندنا مروان محسن 29 عندنا كوكا 23 فرقت عندنا هي فرقت الشهر ده اللي جابته على المتوسط لان احنا بنعمل متوسط على ال 11 تريزيجيه لما طلع ونزل بداله غزال فنفس السن فما فرقتش فاحنا متوسطنا 29 ده المتوسط الاكبر في الدوره الاكبر في بقيه الفرق اللي انا شايفها اللي انا يعني النهارده كان مين بيلعبوا باشمهندس بيقول دلوقتي بيقول ان الجزائر كانت النهارده القوه موجوده وهو الكلام ده ما هو مش نظر والكلام ده انا مش جايبه من يعني مش فاتح كتاب ولا ايه او احنا بنقوله اجتهادي او كلام في المطلق ده ارقام محطوطه واللعيبه موجوده متوسط اعمار الجزائر في الدوره 27 سنه و3 اشهر 27 سنه والسنغال 26 سنه فاذا هتلاقي فيه سرعات كتير لان السن صغير هتلاقي طبعا. فيه قوه كتير لان السن صغير واحنا الشوط الثاني ليه بنهبط لان السن الكبير برضه بيجي في الشوط الثاني مع الجو الحر اللي احنا فيه ده لابد ان يحصل الهبوط اللي احنا شاعرين بيه وما احناش عارفين السن كله بيقول السبب ايه فانا يعني لو تفضلتوا هضيف بس معلومه صغيره كده للسن ايه يعني الاولى هنا وكنت بتناقش فيها انا كابتن احمد بلال طبعا من النماذج زي ما الباشمهندس بيتمنى له او بيتوقع له زي ما توقع للناس كتير فهو كنت دايما احب انا نتكلم معاه في الحاجات دي انا جبت كاس العالم 90 كانت في ايطاليا وشفت مين اللي كسب في كاس العالم 90 كانت ايطاليا والارجنتين نهائي وايطاليا كسبت وكان متوسط اعمارها 27 سنه والارجنتين 27 طيب تقول لي اللي بعديها برازيل كسبت في سنه 94 في امريكا متوسط اعمارها كام 27 سنه كانت بتلعب ايطاليا متوسط اعمارها كام 27 سنه دي تدل لي على حاجه تانية فرنسا 98 متوسط عمرها كام 26 سنة و 17 لعبت البرازيل 26 سنة و 14 ليه البرازيل حافظت على نفسها لأن
حافظت على مستوى السن، يعني لعبت بطولة 94 وخدت البطولة ب 27، لما بعد أربع سنين بقت 26 سنة و14 وصلت نهائي برضه لكن ما خدتش. إذن هذا السن مش هنمشي بقى على لعبة البطولة، نيجي لآخر بطولة مثلا اللي قبليها نقول ألمانيا في 2014 26 سنة و17، والأرجنتين 28 سنة، عشان كده الألمانية كسب. إذن 26 سنة ل 27 سنة ونص هو أحسن متوسط عمر آخر بطولة، آخر بطولة سعادة. بتاعت فرنسا، بتاعت روسيا اللي هي فرنسا، فرنسا اللي كسبت 26 سنة 8 أشهر. إذن النموذجي من 26 ل 27 سنة ونص، 26 و 27 هم دول متوسط الأعمار. أصغر من كده الخبرة تقل، أصغر من كده وبعد كده القدرة تقل قوي، أصغر من كده هتقل. عشان كده أنا بقول عندي نيجيريا ومالي وتونس متوسط أعمارهم 24 سنة، ف 24 سنة مش هيوصلوا، لعيبة فيه موجود والسن موجود، فهنلاقي القوة موجودة والسرعة موجودة والمهارة موجودة والخبرة هيقلوا، الخبرة مش موجودة. عشان كده مش هيوصلوا بعيد، فالسنتين دولت يفرقوا. لكن لما توصل مالي وتونس و نيجيريا ومالي وتونس متوقع ان هم ما يكملوش، لان دول 24 سنه. سجل دي عندك، سجل سجل كل الكلام اللي انا بقوله ده. لا اصل دي لو حصلت ما حلف بيك الملعب. طيب الحاجه الثانيه بقى، انا بقول السنغال 26، سهل عاك 26، كاميرون 26، مغرب 27، والجزائر 27. يعني اذا في الطريق احنا 29، واحنا بس احنا متوسط عمر، متوسط عمر 23 لعيب 27 سنه و18. ال 23 مش ال 11 اللي بيلعبوا، انا يهمني اللي بيلعبوا اكيد. صح، مش يهمني ان واحد قاعد بره ما بيلعبش وسنه صغير هيصغر لي الفرقه، هو مش هيصغر اللي في الملعب، خاصة اللي قاعدين بره مش ما عندهمش خبرات، مش مستخدمين يعني كمان، انت ما بتستخدمهمش. الحاجة دي في عجالة هقول القصة دي سريعة كده برضو عشان تفتح ايه سن، ايه السن ده. دولبسكي خد كاس أمم أوروبا بإسبانيا سنة 2008، كان متوسط أعمار الفرقة 26 سنة و14. 2008 راح في جنوب أفريقيا 2010، مفروض بعد سنتين، وكان ايه فرقه اسبانيا يعني مكسره الدنيا. وعاده كاس العالم ما هو الا فرق اوروبا، يعني لما تقول بطوله اوروبا يعني زي البرازيل والارجنتين، مش كده؟ في حد تاني؟ هم دول الارجنتين والبرازيل، هو البرازيل والارجنتين. طيب اما راح هناك في جنوب افريقيا ال 26 سنه و14 دول بقوا كام سنه بعد سنتين؟ 28. لا بقوا 26 سنه و13، حافظ عليه. خد سبعه من، كان سنتها اسبانيا خدت بطوله اوروبا تحت 23 سنه، راح خد سبعه وكده. راح راجع اسبانيا خد امم اوروبا 2012 دولبسكي، هو نفس المدرب. اصل انت هتقول لي وش معنى جبت المدرب ده ليه؟ عشان اقول لكم ان القاعده دي صح او غلط، هو نفس المدرب. راح راجع في اسبانيا خد امم اوروبا 2012 بكام؟ مفروض هناك خد كاس العالم في جنوب افريقيا وعندهم 26 سنه و14، رجع خد امم اوروبا وهو عنده 26 سنه و3 اشهر بعد سنتين. بعد سنتين اتفضل هكمل حضرتك بس النقطه دي هي دي المهمه بقى. راح رايح البرازيل 2014، ما طلعش ولا اول ولا ثاني مجموعته، ما طلعش ولا اول ولا ثاني، يعني ما راحش ناحيه البطوله خالص. متوسط اعمار الفرقه كام؟ 28 سنه و5 اشهر، ما غيرش. فرح اذا ارتباط علمي يعني. اذا ما انا جبت لك فرقه شفت هو مسكها طلع بيها عمل ايه وصل. طيب اما اجيب البرازيل ايطاليا، رحت جاي بقى فرنسا وايطاليا، لما خد ايطاليا خد كاس العالم يوم الضربه الشهيره بتاعت زيدان دي. زيدان كانت سنه كام؟ 2006. 2006 الاول والثاني. ايوه متوسط عمار كام؟ 27 سنة و27 سنة ونص اللي هو السن المزاجي. تمام. راحوا جنوب افريقيا ما طلعوش ولا اول ثاني، الاثنين اللي وصلوا نهائي كاس عالم ما راحوش ولا اول ولا ثاني، ولا اول ولا ثاني مجموعتهم وطلعوا بره.
اكتر. كان وصل متوسط اعمارهم كام؟ 29 سنه ونص. هنا للموضوعيه بقى، خفيل اجيري انا طولت عليهم. لا حلوه حلوه. لا لا آه. المعلومه دي حلوه، بس انا عايز اضيف حاجه بس صغيره اللي بيتكلم عليه كابتن فتحي ده شيء مهم جدا في كره القدم، يعني لان في الاول وفي الاخر هي اللياقه البدنيه اللي بتدي لك كل حاجه بالزبط. هي اللي بتساعدك عشان كمان تظهر المهارات اللي موجوده بالظبط. ولكن في سن وفي افريج للعمر، ولكن في مهاره فنيه يعني طبعًا ما ينفعش ان احنا ايه نتجاهلها. يعني هل المنتخب المصري عنده المهارات والقدرات الفنيه والامكانيات اللي تعوض الحته دي ولا ما عندوش؟ عنده. هل في دهن في العتاي ولا مفيش؟ هي دي. هل في دهن في العتاي ولا مفيش؟ وهل طريقه اللعب اللي بيلعب بيها، ما ممكن يكون عندي برضو الفرق الافرج في الاعمار عالي شويه ولكن برضو طريقه اللعب ليها يعني جزء كبير جدا مهم جدا 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 في تسيير الماتش، حتى اللياقه البدنيه، استنزاف اللياقه البدنيه. انت للاسف الشديد المنتخب المصري بطريقه اللعب اللي بيلعب بيها عنده استنزاف للطاقات اللي موجوده في الملعب. عشان كده احنا دايما بنشوف التغييرات عباره عن ايه. عايزين نركز عليها وتوضحها شويه بالظبط، لان انت عايز تقول لو في طريقه لعب ممكن ندخر المجهود، ممكن ندخر المجهود. عشان كده بقول لحضرتك بالظبط ان التغييرات بتاعت المنتخب المصري في كل مباراه بيطلع عبد الله السعيد، بيطلع تريزيجيه، بيطلع سنتر فورورد، الثلاثه اللي موجودين هناك مفيش اي تغيير. ليه؟ لان طريقه اللعب اللي بيلعب بيها مستر اجيري، حتى اللي كان بيلعب بيها مستر كوبر، نفس طريقه اللعب اللي هي السبيد اتاك او الكاونتر اتاك يا كابتن، اللي انت بتعتمد على ان الثلاثه او الاربعه اللي موجودين قدام هم دول اكتر ثلاثه او اربعه في الملعب ممكن يعملوا مجهود عالي جدا في الشورت سبرنت واللونج سبرنت. لان انت بتشتغل في 90 متر، 90 متر كتير جدا على لعيب بيلعب وينج زي تريزيجيه او زي صلاح او حتى زي مروان وعبد الله السعيد، الاربعه اللي موجودين قدام انك تشتغل بطول الملعب وعرض الملعب طول 90 دقيقة، صعب عليك جدا، صعب جدا، هترهق اللعيبة بشكل كبير. عشان كده احنا دايما احنا بنحافظ اوقات كتيرة جدا على الجزء الدفاعي، بنحافظ كتير. يعني احنا بص على منتخب مصر هتلاقي مثلا الفرص اللي عبارة عن الهجمات المرتدة السريعة اللي موجودة عليه او الاختراقات هتلاقي قليلة شوية. في كرات عرضية عندنا فيها مشاكل وده جزء فني، خلينا نتكلم في الجزء البدني المرتبط باللياقة البدنية. فتيجي في الحتة اللي قدام مفيش للمنتخب المصري تواجد كبير جدا ابتداء من الدقيقة 70، لان خلاص الطاقات البدنيه اللي موجوده في الملعب استنزفت. لانك دايما بتلعب الكرات الطويله، دايما بتحاول تستغل السرعات اللي موجوده، دايما بتحاول تخلي اللعيبه اللي موجوده في الثلث الهجومي تاخد قرارك بقى بالظبط، تشتغل تحافظ على تقدمك بالظبط بالشكل ده. لو لعبت بحته التحضير كده على فكره كابتن بلال قال لك الله، هو وكوبر تاني جديد رجع للمنتخب في اخر نص ساعه بيتحول اجري الى كوبر. صح مظبوط. مظبوط. لانه خلاص انت وضحت استهلك بالزبط. الجزء اللي قداماني ده استهلك، فما عندوش حل غير طالما ان انا متقدم احافظ على النتيجه. خلاص ابتدي ارجع لورا بقى، ابتدي احافظ على الهدف اللي انا سجلته وسيب الملعب للناس وتسيب الملعب للفرقه الثانيه تشتغل فيها زي ما عايز. عشان كده هتبقى في مشكله بالنسبه لنا، اتمنى نتلاشاها في المباراه اللي جايه. الفرق الصغيره يعني فرقه زي الكونغو مثلا تعتبر في كره القدم فرقه صغيره، مش فرقه كبيره، المهارات العاليه مش موجوده قوي. يعني امبارح بتشوف حتى كان بيستلم بيشوط من نص ملعب، بيشوط من طرف الملعب. فدي ده معناه ان الفكر اللي موجود عند اللعيبه مش فكر عالي، ده ما بيقدرش يستغل حته وقوع المنتخب المصري بدنيا بالقفله اللي انت فبيريحك انت بقى خلاص. مع الفرقه الكبيره هتبقى صعب انك استنزفت بدنيا بشكل كبير، هيضغط عليك لحد جوه، هيضغط عليك لحد 18 بتاعك، فتبتدي الاخطاء تظهر. هي ما ظهرتش في الماتشين اللي فاتوا عشان مستوى الفرق الضعيف اللي احنا بنلعبها، لكن ممكن تظهر فيما بعد. عشان كده انا بتمنى ان مستر اجيري في بعض الماتشات يشتغل بحته يستغل المهارات اللي موجوده عند اللعيبه، يبقى في الملعب كومباكت، يبقى كومباكت بالظبط كده، عشان تقدر تشتغل في مسافات صغيره في حتت صغيره، عشان تقدر تخلي اللياقه البدنيه بتاعتك تستمر لاكبر وقت موجود. مش في كل مباراه هتفضل تطلع تريزيجيه وما تلاقيش بديل، تطلع مروان وما تلاقيش بديل، تطلع صلاح تسيبه في الملعب وهو مستنزف بدنيا وما تلاقيش بديل. لان انت في الاصل الموضوع كان المفترض وانت بتختار ال 23 لعيب طالما بتلعب بالشكل ده كل بديل، كل لعيب موجود في الاساس واحد شبهه، يعني عندي كهربا رمضان صبحي كان المفترض واحد فيهم يكون موجود في الملعب النهارده عشان يبقى بديل لصلاح والناحيه الثانيه بديل لتريزيجيه. هي دي طريقه اللعب اللي المفترض بتبني عليها او بتختار عليها اللعيبه بتاعتك الاساسيه او الاحتياطيين كمان، لكن انت اخترت لعيبه مش شبه اللعيبه، فبالتالي يتغير التكتيك بتاعك في الشوط الثاني، تلعب بتكتيك مختلف، قدرات مش متشابهه ده بالظبط. انا النهارده بعتمد على السرعات، ما ينفعش اطلع تريزيجيه كل مباراه واسيب الحته دي صحيح لواحد بس فقط بيعرف يباصي.
لا انت كده عملت خلل كبير جدا، عملت خلل جوه التيم نفسه. ده كلام مهم جدا كابتن فتحي. برضو للموضوعيه، اجيري في البدايه لما جه كان عنده هدف معلن انه هيبني فريق للمستقبل، وقال ان هو مشى خطوات لغايه لما مصر خدت كاس الامم تنظمها هنا، كانت اتحاد الكره قال له لا كده الهدف اتغير، احنا مش بنتكلم على البناء على مدى اطول شويه، احنا في بطوله بعد 5 شهور عندنا والفوز بيها امر مهم جدا، فبدا يستدعي الخبرات. هل ده كان مبرر لارتفاع معدل السن بالشكل ده؟ اصل مين الكبار اللي دخلوا واتكلمنا؟ مين؟ عبد الله السعيد ووليد سليمان وممكن بس اللعب واحمد علي. احمد علي بس احمد علي مروان معلش بس انا بقول لك اللعب، وانا بقول لك لا اصل كابتن بلال ما هو كابتن بلال اثار نقطه مهمه. طب انك انت اما بتطلع سرعات ما فيش الشبيه اللي ينزل يخليك تحافظ على ايقاعك شكلك وشكلك. اللي يؤكد كلامكم او يؤكد كلام برضو بلال ان احنا لعبنا زيمبابوي ولعبنا الكونغو. متوسط اعمار زيمبابوي 26 ومتوسط اعمار الكونغو اللي لعبناها 27، يعني اقل مننا. عشان كده في الاخر كانوا واقفين قصادنا في الشوط الثاني بيجروا اكتر. هي اصل ده مش عافيه، مش خناقه، ده علم. لا نقول او لا مش بمزاجنا، ده السن كده وده هو كده. الفكر في ايه بقى؟ ان اضم صوتي، وده اكيد ان احنا لما مش نضم يعني اذا كنا بنتفق في الصح، ان لازم اللعبة دي يلعب باسلوب ان تقرب من بعض، ما يعتمدش على الحاجات الطويله، هي اللي تتحرك افضل، ما يعتمدش على الحاجات الصح، ما يعتمدش على الحاجات الطويله اللي هي تتلعب وترهق اللاعبين. او اجري بالكوره، لانك انت بتفتح الملعب، بدل ما افتح الملعب ل 90 اخد الملعب ده كله، وتبدا نص الملعب ده بيفضى في بعض الفترات لان المسافات بتكون بعيده. الاثنين مثل عندي النني وطارق بيجوا ضامين مع الاثنين اللي ورا، وابص الاقي الاربعه اللي قدامه كده بقينا بقى زي الكره الطايره قاعدين بنلعب بعض. ليه؟ فاذا لازم نلم على بعض عشان ما نستنفذش الطاقه بتاعتنا. وعاده في العالم كله معروف ان الفرقه اللي معاها الكوره هي الفرقه اللي بتحتفظ بلاقتها، لان انت طول ما معكش الكوره انت هتتعب، وطول ما انت ما معكش الكوره انت في خطر، مش انا اللي في خطر، لان الجول بيجي بكره واحده. احنا بنعمل العكس يا كابتن، واحنا بنلعب بكره واحده طول ما الكوره معانا. كان عندنا الماتش امبارح كميه ميس باس مش ما بقتش مصدق، لان دايما يا كابتن بتلعب طولي، ما احنا قريبين من بعض، ما لازم نقرب عشان دقة التمرير تبان ودقة الاستلام تبان والتحرك يبدا يبان. يا ماشي بالكورة مش بس بلعب طولي، صح كان المشي بالكورة كتير شوية، وانت بتجري لانك مساحات كبيرة يا كابتن، مساحات حركة كبيرة. كابتن عدلي حضرتك، انت لما اللاعب بيجري بالكورة ليه؟ بيجري لانه مش لاقي حد يديله، ما هو لو اداله هيلعب له ويجري بدون كورة. عادة اللاعب اللي بيجري بالكورة احسن، كل ما كان في فرقة بتلعب لعيبة الاهم لاعب هو اللاعب بدون كورة، مش اللي معاه الكورة، مع كرة هيلعبها وخلاص هيخلص. اللي ما معهوش كورة هو ما فيش لعيبة تانية، اللعيبة دي كلها مستخبية أو واقفين على خط واحد أو بيلعبوا كده أو في زحمة أو في زحمة. فإحنا مفروض إن إحنا يعني نلم بعض، طالما هو اللي اختار خلاص اختار الطريقة دي. أنا أشك إنه غير في طريقة لعب، ما لا يمكن تغير طريقة لعب في بتاع. وبعدين هو بيعاني دلوقتي من إهدار الفرص أمام المرمى، دي بتذكرني بالنادي الأهلي. إحنا النادي الأهلي بتقعد تهاجم طول الماتش وبتضيع، هي دي سمة الكرة المصرية. الكرة المصرية حتى اللعيبة المحترفين جم كده دلوقتي باستثناء صلاح وتريزيجيه، اللعيبة ايه؟ اهدار الفرص امام المرمى، دي موجودة في مصر، واللعيبة دولت مصريين مش لعيبة اجانب. فاذا اللعيب ده عيب هنا عندنا صنع في مصر. فطالما انت عندك هذه المشكلة كانت مفروض كابتن فتحي نحسها من بدري. هو شوف اهدار الفرص، انا شايف ان كل فرقة بتعمل بتهدر فرص غريبة كمان. يعني امبارح اتفرجت على ماتش انا مش مصدق، الفرقتين ضيعوا فرص عجيبه جدا، الجون فاضي بتتحط الكره في العارضه، اوغندا وزيمبابوي. اوغندا كابتن، اوغندا الفرصه اللي بتاعت اوغندا اللي على خط ال 18 وكره في العارضه وجون فاضي، هو الجون بقى وراه ومره ثانيه الجون وقعت من ايده الكره زقها حتى شكينا وطلعها من جوه اللي عمل ايه. يعني مش هتتصلح يا كابتن عدلي في يومين، ما تقدرش تصلح مهارة لاعب في إحراز هدف في يومين بين الماتشات. شغل بين البطولات عموما للمدربين بين الماتش والماتش، لا يمكن أنا حاجة أعلم بلال إزاي يتحرك، ده أنا بحضره للفرقة اللي قدامي. طب الكلام ده بقى شوف، إحنا اتكلمنا
كده في عموميات. آه. ما هو احنا لازم نقول طب وبعدين احنا وصلنا، احنا الماتش الجاي هنلعب الكونغو. صح. هنلعب اوغندا. اوغندا. هنلعب اوغندا. هنلعب اوغندا. عندها جول كويس قوي. احسن جول في في افريقيا. يعني من الاجوال الكويسه. طبعا. انت اوغندا دي ليك معاها يعني حوادث ومتعبه. فريق متعب. فريق متعب فعلا. ولازم تكسب او تتعادل. المهم ما تخسرش. ايوه. المهم ما تخسرش عشان تبقى اول مجموعتك وتتفادى انك انت تصطدم بحد من الفرق المرشحه. المصنف جامد يعني. ولو انك هتقابلهم هتقابلهم. يعني. يعني. يعني انت هتقابلهم هتقابلهم. ان كانش في ال 16 هيبقى في ال 8. صح. ان شاء الله يعني. انما بالطريقه اللي احنا بنتكلم بيها دي ايه اللي يعوض بخلاف طريقه اللعب؟ ما هو مش هيقدر يغير. حتى الاسماء اللي موجوده معاه مش هتسمح له بالتغيير، تغيير الطريقه. هو خلاص ما عندوش البدائل اللي بره اللي تديله نفس الكواليتي. صح. مظبوط. ونفس السمت بتاع اللعيب اللي بيخرجه. صح. الا شويه وهو ما بيعملش كده. عبد الله السعيد ووليد سليمان يعني اللي فيه قريبين من بعض. قريبين من بعض شوية. المهاره. صح. والشوتينج وال كان وليد عنده سرعه شويه. كمان يعني. انما هو ما بيعملش كده. هو بياخد وليد بيحطه على الحرف وبيدخل لك صلاح فرود. احسن حاجه زي ما بلال بيقول ان احنا الفرقه كلها دي لازم يبقى فيها بلاش الطويل، اتلم على بعض. وفي حاجات مهمه جدا اللي هي الضربات الثابته اللي عند ايه. الضربات الثابته الضربات الركنيه لازم نمر عليها كتير قوي. الضربات الركنيه مهمه جدا وسلاح فوز بطولات، ان ممكن تكسب بطوله بضربه ركنيه. الله. اوغندا كسبت اول مباراه بضربه ركنيه وضربه حره مباشره الاثنين هيدرز جول، خلاص خلص الماتش. احنا الجول الاولاني جه ازاي؟ ما هو من ضربه ركنيه. والجول لا ما هو خلاص الضربات الثابته اللي حوالين البوكس ومنها الضربات الركنيه. وعندنا اللي بيشوط يعني دي عندنا اللي يقدر يرفعها. وعندنا اللي يشوط. عندنا اللي بيشوط اللي يشوطها مباشره يعني سواء عبد الله او صلاح او وليد عندهم القدره لاحراز اهداف مباشره من الكور دي. اذا لازم يبقى في تركيز في الناحيه دي. انت بتتكلم بقى على الكور الثابته. الكور الثابته اللي خارج المنطقه. زائد الضربات الركنيه. احنا جالنا في اول مباراه 7 ضربات ركنيه. من السبع ضربات ركنيه ما جبناش ولا جول. اول مباراه 7 ضربات ركنيه على الاقل اجيب جول. لان عندي اطوال يعني عندي حجازي طويل بيقدر يلعب بدماغه كويس قوي. بس هو كمان عندنا سوء بخت في اصابه حجازي. لان انا لاحظت حتى يمكن في الشوط الثاني بدا ينسى. دي حقيقة. يعني ابتدى يبان. في الكرات العاليه. صح. انما هما كان خايف انه يطلع. وده احساس داخلي غصب عن امبارح كان افضل بكتير جدا. امبارح كانت مباراه من المباريات الجيده بتاعته يعني. طيب كابتن احمد. بالتخصص بقى واضح جدا ان احنا عندنا مشكله في راس الحرب. دي حقيقه. وللمباراه الثانيه الخواجه بيغير راس الحرب اللي موجود. مره ينزل امبارح نزل كوكا وقبل كده دخل صلاح وكلها حلول بتعكس ازمه حقيقيه في مركز السنتر فيرود. وانت راجل واحد من رؤوس الحرب الكبار. ايه المشكله؟ يعني مروان معذور لانه لما بص على الارقام بتاعه المباراه الاقي ما راحتلوش واحده. ما حدش بصاله. لا في كره عرضيه اتعملت له ولا حد من العمق لعبه. وفي الاخر بيطلع. دي حقيقه. بص احنا عندنا مشكله من زمان يعني. يعني ما ينفعش يبقى منتخب مصر بيلعب 3 بطولات والفرود اللي موجود ما بيسجلش اهداف. ما ينفعش. بطوله افريقيا اللي فاتت، بطوله كاس العالم اللي فاتت، وايضا البطوله الافريقيه اللي موجوده في الوقت الحالي، انت السنتر فورورد ما بيسجلش اهداف. ده له حاجتين مهمين جدا. الحاله الاولى دايما لما بتلعب براس حربه صريح لو ما عندوش السرعات الفائقه اللي انت بتقدر اللي بيقدر يشتغل عليها في الكاونتر اتاك، يبقى لازم يكون عنده الامدادات أو التعاون. يعني انت بالزبط. بتشتغل كرات عرضيه، بتعمل عندك لعيب بلاي ميكر بيعمل الثرو باس بشكل جيد جدا، والحتتين دول برده مش موجودين. فانت النهارده عشان تقدر تحاسب راس الحربه اللي موجود داخل الملعب لازم الامداد والتمويل. بالظبط. لازم تديل يعني. احنا كمنتخب مصر عشان كده بقول لك احنا الطريقه بتاعتنا غريبه شويه يعني مش مفهومه.
مش مفهومه حتى بالنسبه للاعبين اللي موجودين في الملعب. يعني مش يعني ده مش تقطيع في المنتخب ولا حاجه، بس احنا بنتكلم في واقع حاصل. يعني انا بلعب بفرد واحد، هو الامكانيات اللي موجوده عنده انه بيجيد التحرك العرضي داخل ال 18 عشان اقدر استغله بشكل جيد، يبقى لازم تشتغل من الكرات العرضيه سواء ناحيه اليمين او ناحيه الشمال. النهارده بنتكلم في منتخب مصر في المباراتين اللي فاتوا، يمكن كروس او اثنين من ناحيه اليمين وواحد من ناحيه الشمال في مباراتين في بطوله افريقيا. اذا الفرد اللي موجود بالنسبه لك اللي انت كمدرب اخترته وعارف امكانياته، من الصعب عليه ان هتلاقيه بيسجل اهداف، ده وضع طبيعي طبعا. الشغل الثاني، الحاجه الثانيه اللي تقدر تسجل منها اهداف هي الشغل التعاون اللي ما بينه وما بين البلاي ميكرز اللي موجودين في الملعب، الاثنين اللي على الطرف وعبد الله السعيد اللي هو البلاي ميكر بتاع الفرقه وصانع الالعاب بتاع الفرقه. انا شايف ان المباراتين اللي فاتوا ما فيش اي كونتاكت ما بين عبد الله السعيد وما بين مروان محسن، يقدر يشتغل ما هو دايما. واحد كاتب، واحد فضل. كاتب يا كابتن بلال من الجمهور قال لك في وجود تريزيجيه وصلاح ما تسالش عن راس حربة يجيب جول، مش مروان اي فرق، عن اي فرق اللي انا بقول يجيب جول، ده اللي انا بقول. لان التفكير المنطقي على طول الكابتن عبد الله وحتى تريزيجيه بيدور على صلاح وتاني اختيار بنظم الفرق. عشان كده انا بقول لك انت هتقيمه على الجول ازاي، هتقيم مروان على الجول ازاي؟ الطبيعي جدا هم اثنين سيناريو ما فيش غيرهم لما بتلعب بواحد عنده امكانيات مروان، تمام؟ انك يا تدي له كرات، يا تلعب كرات عرضيه على طول، يبقى الباكين شغالين بتوعك، باكين الطرف شغالين، يا اما البلاي ميكر هو ده اللي بيشتغل معاه، يا دبل باس يا ثرو باس. احنا ما شفناش من عبد الله السعيد المباراه اللي فاتت ولا اللي قبلها، يمكن انا حتى كمان كان ليا يعني تعليق على عبد الله المباراه اللي قبل اللي فاتت مش اللي فاتت دي، ان عبد الله السعيد بيلعب بزاويه في الملعب، يعني اتجاه صلاح دايما اتجاه صلاح، يعني 90% من الكرات اللي استلمها عبد الله السعيد هي الرؤيه والنظر لمحمد صلاح. عشان كده ما شفناش تريزيجيه في اوقات كثيره جدا كان يبقى لعيب فاضي، المسافات بالنسبه له رائعه جدا، تمام؟ البوزيشنز اللي اخذها في الملعب رائعه جدا، ومع ذلك عبد الله السعيد اتجاهاته كلها ناحيه محمد صلاح. دي برده بتبقى يعني مش عايز اقول حاجه خطا من عبد الله السعيد، ولكن انت كمدير فني لابد انك تعالج الحته يعني. دي انت بتلعب بلاي ميكر لكل الفرقه، مش بالزبط. بس مش يعني طبعا محمد يعني لعيب كبير جدا، لا ما انا بهلكه لكن كمان، لكن انت كمان لما تشتغل عليه كل كوره خلاص انت كسفت الشغل كله عليه، عليه كل كوره مش هتلاقيه بعد كده. والراجل الفرود انت مدخله بالفان اي دي، خد يعني خد بقى يا ابراهيم يا باشمهندس، انت محمد صلاح الشوط الثاني في زيمبابوي مش موجود بسبب ان كل الكرات اللي بتشتغل عليها عبد الله السعيد كلها اتجاه محمد صلاح، كل الكرات جه في الاخر تعب محمد صلاح فانت خلاص ده وضع طبيعي هيرهق. النهارده هو موجود في ليفربول طول ال 90 دقيقه، لان ساديو ماني بيشتغل شويه، فيرمينيو بيشتغل شويه، صلاح بيشتغل شويه، ففي تنوع في الهجمات. هو كمان حتى بدنيا ريكفري بتقدر تعمل مش في افضل حالات بالظبط، في اجازه وراجع ولسه. فمروان مش هتقدر تحكم عليه وتقول انه انت اشتغلت عليه ازاي. بس انا بقى هتقمص دور المدير الفني او الناس اللي هي تقول لك، وانا مش مشكلتي ان مروان يتالق، انا ماليش دعوه، انا مشكلتي ان استفيد من ابرع الناس اللي عندي. مظبوط. واذا كان مروان كل دوره انه هيسمح لهم بالفرصه دي، وان هيهيئ لهم ان هم اللي يخشوا ويسجلوا، يبقى عمل اللي عليه. حلو. ده ممكن يبقى تفكير؟ لا ده تفكير مع انا اسف مع الفرق الضعيفه، فرقه زي الكونغو، فرقه زي زيمبابوي اللي لعبناهم، لان خد بالك الفرقه دي فرقه ضعيفه، الامكانيات نفسها والقدرات سواء زكاه القدرات الفنيه المهاريه او القدرات البدنيه، تمام، او حتى التركيز داخل الملعب بيبقى قليل شويه، او الفكر الخططي حتى، بس او الفكر الخططي يا كابتن مظبوط، فده قليل شويه، فتقدر تشتغل الحته دي. يعني مثلا هدف زي بتاعه تريزيجيه ده ممكن يحصل بس مع الفرق الصغيره، مع المهاره الكبيره طبعا التريزيجيه والسرعه الموجوده، لكن الفرقه الكبيره استحاله واحد يمسك الكره من 18 ويرقص ويروح ويعدي ويعمل، وصلاح يروح انفراد ويلعبها له، وكمان السنتر باك اللي موجود بيراقب صلاح سايبه بينه وبينه 20 متر وهو عارف مدى قيمه السرعات اللي موجوده عند محمد صلاح. فدي تحصل في فرق صغيره مع الامكانيات طبعا، مع الاحتفاظ بامكانيات التريزيجيه طبعا والقدرات المهريه والسرعات العاليه، لكن في فرقه صغيره اللعبه دي ممكن تتكرر مره واثنين وثلاثه، لكن مع فرقه بتضغط في نص ملعب، فرقه عندها امكانيات، عندها السنتر باكس بتوعهم على مستوى عالي وعندهم قوه وسرعه، اعتقد هتبقى صعبه يا كابتن تحصل لعبه زي دي، تتكرر لعبه زي دي. فبالتالي هي باينه زي ما قلت ان هو تريزيجيه بيجري، ده جاري مثلا من 18 قطع الكوره وبيجري في مساحه فاضيه، اذا واضح لكل الناس الراجل اللي ماسك صلاح اثنين ما هو عارف ان هيلعب له ولعب له الكوره، المفروض
بس خلي بالك دي كانت هجمه مرتده، ما لحقش بوزيشن يعمل فيه حاجه. لا بس هو جري بيها كتير قوي. هو تريزيجيه جري بالكوره مسافه كبيره قبل ما يعمل الباس. تمام. ده معناه ايه؟ ان خلاص اصبح عند السنتر باكس فرصه، الاثنين المساكين فرصه انه يعدلوا من اوضاعهم داخل الملعب. صحيح. يا اما يلعب على تسلل ويحط صلاح في وضع يعني يبقى في متسلل يقف، يا اما بالظبط يقف، يا اما خلاص يبقى انت بتلعب مان تو مان مراقب ليه، ما تدوش المساحه الكبيره. اضافه يا كابتن، اضافه ان اللاعب اللي بيجري بكره واللاعب بدون كره، اللي بدون كره اسرع. فتريزيجيه لما هو اصله شاف ان تريزيجيه لا يعني منطلق، يعني هو لو حظا على صلاح ممكن يخترق. يعني يا كابتن خلينا من دي، هو بس انا عاجبني يعني عاجبني فكره ان دي مش هتلاقيها مع فرقه منضبطه تكتيكيا. لا ونقطه مع الجزائر صعبه جدا استحاله. ما هي نقطه مهمه عشان ناكد، انا لما بجري بكوره لو جريت متر، اللي بيجري بدون كوره بيجري 2 متر. صحيح. لان انا معايا كوره. اذا اللي هو هجمه مرتده، لكن اللي بيجري بدون كوره مع صلاح بيجري بدون كوره، فاكيد هيعوض ويقدر يغطي. انا بقول ان الكره اتلعبت لصلاح، ما حدش ضغط عليه، مهاره من صلاح لكن هو كمان الاثنين. احنا بنقول للمدافع لما تكون الكره جايه للمهاجم يعمل ايه؟ اول حاجه حاول تاخد الكره من قدامه معاه، لو ما فيش خدها وفي لحظه استلامه، لو ما فيش وهو بيستلم ما تخليهوش يلف. كل الحاجات دي ما عملوهاش ليه؟ لان زي ما بقول ان الفكر الخططي عند اللعيبه دي من ناحيه دفاعيه قليل قليل. فطبعا على فكره الجون ده استغرق 20 ثانيه بالظبط من اول ما تريزيجيه استخلص وراح ولعبها لصلاح، وصلاح سجل 20 ثانيه نموذج للهدف. يعني طبعا اللي فيه سرعه يعني عاليه جدا زي ما كابتن. وبعدين عاده المرتد بيكون من نص الملعب، لكن احنا واخدينها من عند نص ملعبنا. سنت ملعب ملعبنا يعني. عموما هي ملاحظات فنيه مهمه جدا ومستمتعين بيها. لكن ماذا عن اخطر ازمه ممكن تواجه فرقه؟ بعد الفاصل. وعودة. قبل ما نخش في الشق الإداري والشق اللي هو المعنوي والنفسي واللي هو ممكن بنأمل أن يعوض لنا بعض الحاجات اللي اتكلمنا فيها، فارق متوسط الأعمار، ثبات التشكيل، عدم وجود البديل اللي بيشابه التغيير بتاعي، عايزين نشوف الأول أدائنا إيجابياته وسلبياته. لأن يعني مثلا أنا كان عجبني تحليل كابتن عماد متعب قبل الماتش، قال قبل الماتشين امبارح، قال ان احنا مشكلتنا من وجهة نظره ان الفرقة يعني منفصلة، كتلة هجومية وكتلة دفاعية والاتنين بينهم فجوة. ورغم كده نبص نلاقي ان اللي بيشد انتباهك لعيبة خط الوسط بتاعتنا اللي هي في تناقض هنا. يعني انا شفت الجزائر النهارده عندهم ثلاثة في خط الوسط حاجه ما بيظلموه على اي حد. صح. احنا العيب تقريبا يكاد يكون ما بتشعرش غير بطارق حامد. وطارق حامد تشعر بيه في انه ايه يعني الروح العاليه والجامده، انما مفيش مش 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 بناء، مفيش بناء يعني. بص حضرتك في اي نعم السبيريت اللي هي الروح العاليه دي مطلوبه في كل المنتخبات، يعني الشخصيه اللي هي بتدافع كويس وبتعمل تاكلينج دي مطلوبه جدا. ولكن خلينا نتكلم في الادوار المهمه بتاعت كل فريق. كل لعيب في الملعب بيبقى له مهمتين، مهام دفاعيه ومهام هجوميه. المهام الدفاعيه بتختلف على حسب، والهجوميه بتختلف على حسب البوزيشن بتاع اللعيب اللي موجود في الملعب، سواء كان باك او نص ملعب او بلاي ميكر او حتى سنتر فورورد، بتختلف النسب يعني. لعيب نص ملعب الطبيعي جدا لان هو اسمه ميد فيلدر، يعني بيلعب وسط الملعب، يبقى 50% دفاعي و50% هجوم عشان يبقى المنظومه او التاكتيك مظبوط اللي بتشتغل عليه كمدير فني. النهارده عندنا الاثنين الموجودين في نص ملعب دول بمثابه السنتر باكس، بمثابه الاثنين المساكين المتقدمين شويه، سواء اذا كان طريق حامد او اذا كان ده بالنسبه لطريقتنا. انا بتكلم بالطريقه بتاعتنا احنا. حولناهم ان هم من 50 و50 بقى كانهم سنتر باك قدام سنتر باك، يعني 90% دفاع و10% هجوم. عشان كده انت دايما بتلاقي ان منتخب مصر في المباراتين حته بناء الهجمه، بناء الهجمات سيء جدا، ما بتبنيش هجمه، ما بتقدرش تبني هجمه، دايما كرات طويله ما بتبنيش هجمه يا كابتن. تمام.
البساطة البوزيتيف بتاعت الاثنين الموجودين سواء اذا كان طارق حامد او النني مش موجوده، الايجابيه المؤثره بناء الهجمات المؤثره على صلاح وتريزيجيه. بالظبط، انت بتلعب كرات، انت عامل ازاي بالظبط يا كابتن؟ انت الاثنين الموجودين في الملعب دول كانك بتلعب اربعه سردباكات، اربعه مساكين تمام، واثنين باكين وعبد الله السعيد والثلاثه اللي موجودين قدام. ليه؟ لان انت بطبيعه الحال اكتر اثنين المفترض ان هم بيشاركوا في بناء الهجمات هو واحد من الاثنين اللي موجودين في نص الملعب سواء كان طارق حامد او النني، هم اللي بيشارك في بناء الهجمات، واحد بيشارك واحد بيعمل الحته الدفاعيه. يعني دايما بتلعب اثنين من ستايل مختلف، طارق حامد والنني نفس الستايل في اللعب، نفس المهام اللي بيطلبها المدير الفني. بس احنا بقى لنا مده بيهم. انت بتعمل ايه يا كابتن؟ معلش انا اسف، انت بتاخر طارق حامد وهو اللي بيمسك السنتر فيرود بتاع الفرقه الثانيه. يعني انا دي برضو حاجه من الحاجات الغريبه جدا اللي انا شفتها في منتخب مصر. صحيح. اللي بيمسك السنتر فيرود بتاع الفرقه الثانيه هو طارق حامد او النني. تمام، وبالتالي انت بتلعب باثنين ليبرو، يعني حجازي ومحمود علاء دول الليبرو بتوعك، واثنين المساكين هم طارق حامد والنني. عشان كده انت منتخب مصر لما بيمسك الكوره او لما بيقطع الكوره بتلاقي نص ملعب دايما فاضي. عشان كده الكرات الطويله او الكره الثانيه اللي بتجي لك من المدافعين بتوعنا دايما لمصلحه الفرق حتى لو كانت صغيره. زيمبابوي كل كره بتلعبها طويله بتروح لنص ملعب زيمبابوي، لان الحته دي مش موجود فيها لعيب، الحته دي فاضيه خالص. تمام، خصوصا في الشوط الثاني. حلو جدا انك يبقى عندك روح قتاليه عاليه، لكن الافضل من كده توظيفها، انك توظف الامكانيات دي وانك تقدر تساعد الفرقه ان هي تقدر تكسب. هل منتخب مصر، هو ده السؤال، هل منتخب مصر بيلعب على بطوله ولا منتخب بيأدي اداء مشرف؟ هي دي الفرق ما بين الفرقه الكبيره والفرقه الصغيره. الفرقه الكبيره لعيبه نص ملعب هم اساس الهجمات، اساس بناء الهجمات. الفرقه الكبيره عاوز تاخد بطوله. الفرقه الصغيره طارق دياب انت عارف قال ايه؟ مين؟ كابتن طارق دياب. اتفضل. لا ما سمعتوش، بس انا انتقد خط النص بتاع مصر، قال انا ما يعني في كل البطولات اللي فاتت كان ميزه مصر خط وسطها دايما. بص يا كابتن، يعني انت بص طارق حامد والنني كام باس افكتيف مؤثر، كام شوط على الجول، اثنين بيلعبوا في نص ملعب، كام ثرو باس اتعمل في الملعب، ولا واحد ولا شوط. انت قلت كلمه بس نبهتنا دلوقتي. اتفضل. ان 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 هما بيلعبوا دور الاثنين السوبر، الاثنين المساكين. انت طارق حامد بيقطع من قدام حجازي، ومن قدام محمود علاء. طب عشان كده لما بتقطع، لما طارق حامد بيقطع الكوره مفيش حد قدامه هيلعبها. ده دور علاء بالظبط يا كابتن. فانت بتشتغل على الكرات الطويله، بيتظلم فيها دي، قوته كمان بتضيع. يعني هو انت زي ما بتقول القوه والحماس والعنف ان هو يستخلص الكره من الخصم، بيستخلصها، دي خدت منه مجهود عشان يبني ما بيلاقيش، فاضطر يعمل ايه عشان ياخد نفسه؟ يجي لعبها طويل. اكمل هكمل لحضرتك يا كابتن. الفرق الكبيره اللي بتلعب على الاندايركت اتاك، يعني اللي هو الاستحواذ، دايما بص كده على الفرقه اللي بتحاول اللي بتجيب بطولات. حتى منتخب مصر كمان لما كان بيسجل ويجيب بطولات، عام شوقي لما كان بيزيد ويسجل اهداف حتى في البرازيل والفرقه الكبيره، النادي الاهلي لما كان الميد فيلدرز بتوعه بيسجلوا اهداف في كل الاوقات. انت دايما الاثنين بتوع القلب دول مش المهام الرئيسيه بتاعتهم انك تشتغل 80 90% دفاعي، انت المهام الرئيسيه انك تشتغل 50% دفاع و50% في الناحيه الهجوميه. حتى الاثنين لازم يختلفوا عن بعض، الفرقه الوحيده قدرات الاثنين لازم يختلفوا، الامكانيات لازم تكون مختلفه طبعاً. عشان كده انا كنت من مؤيدين ان واحد زي السوليه يكون موجود في نص ملعب. بالظبط، امكانيات مختلفه، لعيب محوري بيلعب عنده حته الحته الهجوميه موجوده، يبقى عملت بالانس في الحته دي. لكن جزء من حسام غالي، جزء من حسام غالي، لكن كون انك تشتغل باثنين ميدفيلدرز كل المهام بتاعتهم مهام دفاعيه، انت بتقلل حتى من السردباكين. خد بالك كابتن، في كل الهجمات اللي فيها منتخب مصر دايما الزياده العدديه للفرق الضد طبعًا. دايما ليه؟ لان مفيش تكمله في النواحي الهجوميه من الاثنين الميدفيلدر بتوعك. الاثنين دول موجودين دايما في قلب الملعب، عشان كده في شوتنج حتى من بره 18. مفيش هو مش موجود، هم دول الاثنين المفترض ان هم في الهجمات بتاعتك يبقى دول. طب ممكن تداركها احنا كل يهمنا. انا هقول لحضرتك بقى، يعني انا عندي، يعني هل دونجا بديل؟ عندي اقتراح. يعني مش يعني فكره انك انت لازم تغير ستايل لعبك في الملعب او طريقه لعبك في الملعب، لازم تغير. طالما انت بتشتغل ان الميدفيلدرز بتوعك دول هم المهام فقط دفاعيه، فانت ممكن تغير طريقه اللعب ل 4-3-3، بحيث انك ما تديش فرصه للثلاثه اللي موجودين قدام ان حد فيهم ينزل يعمل عمليه المساعده الدفاعيه، فبالتالي استنزاف الطاقه والقوه البدنيه واللياقه البدنيه عند الثلاثه اللي موجودين قدام ممكن يكون اقل بكتير من الحته دي، لان انت بتضطر مع الاثنين الميدفيلدر اللي موجودين عندك اللي هم مهام دفاعيه فقط لا غير،
انك بترجع الاثنين صلاح وبترجع تريزيجيه يقوموا بالحته الدفاعيه. اما انا بقول هم اللي بقى بيبنوا الهجمات، هم خلاص ما هو خلاص وبيبنوا مين لنفسهم يعني المفروض ان هم حتى لو قلنا هنغير طريقه اللعب ونلعب 4-3-3، هل الثالث في نص الملعب ده نابيل دونجا مثلا؟ يعني ما هو في النهايه راجل تغيير التشكيلات، ما احنا كده هنغير من سيستم اللعب بتاعنا. احنا بنلعب 4-2-3 اصلا، هنلعب 4-3-3، هتلعب 4-3-3 يبقى عندك الثلاثه الميد فيلدرز بتوعك هم دول اللي عندهم ثبات في نص ملعب. دلوقتي النني وطارق حامد ربنا كتبهم عليك، ما عندكش حد غير دونجا، انت ما عندكش الا دونجا، انت ما عندكش حد ثالث، فبالتالي هتلعب بدونجا واستغنيت عن عبد الله او عن ما خلاص هتستغنى. لا بس امبارح مثلا حصل تغيير، يعني هو انا توقعت دونجا هينزل مكان لما طلع تريزيجيه تمام، تصورت دونجا اللي هينزل عشان يقفل نص ملعب زي ما عمل الماتش الاولاني، نازل علي غزال، ودي كانت بالنسبه لي مفاجاه، لان انا حتى علي غزال مش بعيد اختيار، انت اختيار مش يعني مقنع. في الاول خالص مش بقول ثلاثه، لان انت خلاص افتقدت دور البلاي ميكر في الملعب، خلاص ما عندكش، انت مش موجوده الحته دي، مش موجوده عندك كفرقه. يعني عبد الله السعيد الدور بتاعه مش واضح داخل الملعب، حتى الدور الدفاعي كمان مش واضح داخل الملعب، لا عنده دور هجومي واضح ولا دور دفاعي واضح، فبالتالي انت كل اعتمادك بنفس طريقه اللعبه دي انك تلعب كرات طويله سريعه فقط لا غير، انت مش هتبني هجمه ولا حتى كمان. ومنتخب مصر هو المنتخب الوحيد اللي في العالم كسبان 2-0 ما عندوش حته الاستحواذ السلبي في وقت من الاوقات، يعني بيبقى المدير الفني انك بتنقل بس، يعني اسمه استحواذ سلبي في الملعب، بحيث ان انت تعمل ريكفر كويس، تمتلك الكوره. والله انا لما التغييرات تمت اتصورت انه ده الفكره، ده المفروض. انت كسبان 2-0 يا باشمهندس، عايز افكرك ان عبد الله السعيد ده نفسه في الفتره اللي كان ابو تريكه موجود فيها لما لعب، عبد الله استخدم هاف ديفندر تاني، صح مظبوط، يعني بس كان اصغر من كده، انت بتتكلم في وقت مع الاوقات الاهلي لما بتتغير الطريقه 4-4-2 كان برضه بيلعب في الحته دي، كان بيلعب ميد فيلدر تاني بالظبط، لكن الوقت اختلف. لاحظ ان احنا بنتكلم بكل الملاحظات الدفاعيه ديت عشان لعبنا ضد الكونغو وزيمبابوي، صح، هنعمل ايه في اللي جاي؟ يعني اذا كنا احنا اتخضيتهم شفت الجزائر، يعني انا شفت عملوا ايه في السنغال، انا بقول من احسن الفرق تعديل طريقه السنغال مصنفه، انما خنقوه في البطولات. والمدرب اللي بيكون جاي وعنده حريه الاختيار من دوري فيه 18 فريق زائد لعيبه خارجين، من 10 لعيبه جايين المحترفين خارجين، فهو بيتخيل اسلوب لعب، طريقه لعب، وبيبدا يختار بيهم اللعيبه. مدرب النادي اللي بيجي النادي ما بيجيبش بطريقه لعب بقى، بيجي يشوف اللعيبه اللي عنده ويشوف الطريقه اللي تناسبه، عكس مدرب المنتخب. يعني مدرب المنتخب الا مدرب المنتخب بيبقى عنده الطريقه الاول وعايز حد يناسبه ويناسب، اما مدرب النادي مفروض عليه 25 لعيب ما يختارش، فهو اللي اختار دول. عشان كده لما انا بقول لبلالة وبقول لكم ان استحاله يغير طريقه اللعب، صعب، لان ده انا اخترت اللعيبه بناء على غير احنا طريقه الفرجه بقى. احنا مش معنى كده بنزرع يا اخوانا تشاؤم، انما احنا من حرصنا على ان فرص فريقنا تظل. انا بس عايز اقول ملاحظه، اخاف الناس يعني ممكن بعض الناس يقولوها تفهموها غلط، لما بقول متوسط الاعمار دي مش المقصود بيها ان اللعيب اللي عنده 30 سنه ما يلعبش يعني وحش، لا ده مطلوب في الفرقه. انا بقول متوسط يلعب بقدرات نستغلها كويس، يعني لا يبقى 30 وفي الفرقه 20 و24 هم انا عندي، لا يعني هم عشان برضو الناس لا يقول لك الله ده بقول لك اللي فوق ال 29 يبطلوا بقى ده متوسط، ممكن فكر يتقال كده، لا يعني انت مثلا ما يبقاش نص الفرقه لا معديه 30، هي عملوها برضو يا باشمهندس، برضو جبتها من غير من 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 الشغل اللي عمل كده. ال 10 لعيبه باستثناء حارس المرمى ما بيتحسبش، ال 10 لعيبه 4 لعيبه متوسط اعمارها هو السن ده 26 27 سنه اللي هو قمه النضج الكروي، 3 لعيبه صغيرين من تحت ال 24 23 22 في الحدود دي، وثلاث لعيبه فوق ال 28، يعني يبقى عنده 29 سنه يبقى عنده 30 سنه، يبقى عنده 31 سنه، يبقى عنده 32 سنه ماشي، يبقى عنده 33 سنه ماشي، بس في الثلاثه اللي فوق دول خبراتهم عاليه قوي، والثلاثه اللي تحت خبراتهم قليله قوي،
مع الاثنين جيل الوسط بقى ده اللي بيظبط جيل بيظبط. لا والثلاثه اللي فوق كمان يا باشمهندس ما بيجروش كتير، بس الثلاثه اللي تحت طيب. بيجروا كتير قوي فهيعوضوا، وجيل الوسط هيظبط. احنا هنا ما بنقولش تحت وفوق خطوط، بنقول تحت في السن. ملاحظات فنيه مهمه، لكن ما ينفعش تكونوا معانا وما نتناولش مشكله زي اللي حصلت في قرار اداري فجاه. رئيس اتحاد الكوره كمشرف على المنتخب بيستبعد الكابتن عمرو ورده لاسباب سلوكيه، ثم يطلع كابتن المنتخب في تصريحات بعد المباراه متضامن مع اللاعب وشبه رافض للقرار، بل بيشتغل ضده. واخد بالك؟ لا، وتبريره الرافض هو اللي خضني. لازم اعرف رايك ان دي حياه شخصيه، ان دي حريه شخصيه. فين الحريه الشخصيه عن المسؤوليه المجتمعيه بقى؟ طبعا مما لا شك ان في خطا حصل يعني، والخطا كل خطا بيحصل لابد انه يكون في عقاب للخطا ده. بس انا هاخد الموضوع من الزاويه الاخيره، او من اللقطه الاخيره، وبعدين هرجع للقطه الاولى. اللقطه الاخيره بيقولوا ان عمرو ورده راجع المنتخب تاني، دي اللقطه الاخيره. ده معناه ان اللي قاله المحمدي والتضامن اللي حصل ده حصل تمام. وده رؤيه اللعيبه، دي الخطوره بالظبط كده. هي دي النقطه الاخيره، ان انت النهارده اللي انا عملته النهارده ككابتن فرقه تضامنا مع الكلام اللي بيقوله، هو ده اللي رجع عمرو ورده، او هو ده اللي خلى الناس تتكلم ان عمرو ورده خلاص راجع المنتخب. انت كمجلس اداره الاتحاد خدت قرار ليس قرار فني، هو قرار اداري تربوي بالنسبه للعيبه تمام، ملوش علاقه بكره القدم على الاطلاق، يعني ملوش علاقه بالفنيات على الاطلاق. بالظبط، اختلفنا او اتفقنا مع عمرو ورده كلاعب، ولكن انت لما خدت القرار ده قرار تاني ملوش علاقه بالفنيات نهائي. ما بصيتش على اللعيب كقيمه فنيه، انت بصيت على الموضوع كحاجه اخلاقيه تربويه كقرار اداري، وده مش قرار مدير فني، ده قرار مجلس اداره الاتحاد تمام. فبالتالي طالما انت خدت قرار ليس له علاقه بالفنيات، لابد ان كل الناس تحترمه، ابتداء من كابتن التيم اللي موجود في الملعب بدايه، لان كابتن التيم هو كابتن برضه اداري وليس له قرارات فنيه داخل الملعب. انت النهارده ككابتن بتحمل اشاره الموضوع، انت مسؤول عن اللعيبه دي اداريا كلاعب، كاكبر واحد او اكثر خبره او اكثر واحد مشاركه، حطيت شاره الكابتنه دي عشان تكون الرابط الاصلي او الـ 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 او الشخصيه ومنحاز اكتر للاداره المفترض بالظبط المفترض ان هي بتحافظ على سلوك الفرقه كسلوك جماعي. دي المهمه الاساسيه بتاعتك، مهمه كابتن الفرقه النهارده. انت مش مهمتك ان انت تقول للعيب باصي صح او باصي غلط او اتحرك داخل الملعب، انت لازم تعمل عمليه الانضباط داخل الملعب تمام، ان ما فيش حد يتخانق، مفيش حد يخرج عن شعوره، مفيش حد يعني، كل الناس تبقى ملتزمه داخل الملعب. عشان كده احنا بنقول ايه، احيانا في فرق اللي بينجحها هو قائد الفرقه او كابتن الفرقه، واحيين كتير جدا قائد الفرقه بيكون سبب انه مش موجود طبعا، يعني انه بيسبب في تدهور الفرقه، لان بتحس ان الفرقه دي ناقصه حاجه كبيره جدا، يفك ملمومه بالظبط. القائد داخل الملعب، الفريق في ترابط، في روح عاليه، بتحس ان في كابتن فرقه في الملعب او مدير فني داخل الملعب، مش بس كابتن فرقه. فالنهارده القرار الاداري كان لابد يحافظ عليه المحمدي من وجهه نظري الشخصيه، يحافظ على القرار الاداري اللي اتخذ ضد عمرو، حتى لو كان قرار اداري خاطئ تتكلم فيه فيما بعد. وكمان في نقطه مهمه جدا، انا ما ينفعش اطلع في التلفزيون اتكلم على في الاعلام في حاجه زي كده صحيح. على الاطلاق لو في حاجه هتكلم فيها يبقى انت بتتكلم خلاص يعني في غرف مغلقه، لان القرار اتاخد. ما ينفعش انا لما قرر يعني، انا النهارده المدير الفني بيديني تعليمات بيقول انت هتلعب النهارده فيرود، اطلع انا اقول لا في التلفزيون انا مش لاعب فيرود، انا هلعب النهارده هاف ليفت خلاص بقى. انا مش 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 هسمع، هو فاهم قصدي؟ خلاص. التضارب ده حاجه خطيره في كره القدم، خد بالك ده ممكن يكون المساوئ بتاعته فيما بعد، مش النهارده بس، ان كل مشكله هتحصل انه فيما بعد. ما انا بقول لحضرتك كل مشكله هتحصل اذا في ترابط وفي كلام هيتقال من اللعيبه تمام، ولابد انك تصغى انت كاداره مسؤوله لهذه القرارات بتاعت اللعيبه، فدي مشكله كبيره جدا 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 جدا. وعمرها ما كانت في منتخب مصر يعني، ولا في اي فريق صحيح. ولا في اي فريق لا يعني كبير يعني، شفت ده في المنتخبات الافريقيه الكبيره يعني، في فريق كبير يعني فريق كبير تاخد بالك، لابد ان هو يحافظ على القرارات الاداريه بتاعته على القرارات التربويه بتاعته تمام، لان ده في الاول وفي الاخر لمصلحه الفرقه، لان هتخلق فيما بعد مشاكل من هذه النوعيه وهتقابل بالحل المسيل للموضوع ده، لان كل لعيب هتقابله مشكله يقول لك الكلام ده حصل. انت بترسخ لمبدا خطير، فاهم قصدي؟ طبعا ان انت ما يبقاش فيما بعد مش هي مشكله ورده بس لوحده، بالظبط مشكله فيما بعد مين بالزبط. ومين 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 فبالتالي هيكون العقاب. انت احنا بنتكلم هنا عن معالجه مش عن اشخاص، صحيح خالص. احنا بنتكلم على ورده خالص بطريقه خالص نهائي ازمه، بنتكلم على قرار اداري اتاخد، فبالتالي لابد ان الكل ينصغ لهذا القرار الاداري. اما وان قد باقي دقيقه
كلام اللي تقوله ده مهم جدا، لان الحقيقه انا موافق عليه. باقي دقيقه اديني اداره هذه الازمه، اديني 30 ثانيه يغلط لو رجع في قراره. لا، اداره هذه الازمه بدات من الاول خالص، انها اثيرت هذه الازمه. ده مش من اول الحلقه، احنا في اخرها خلاص. لا، انها اثيرت هذه الازمه. لو لم تكن يعني المفروض الازمه دي من الاول خالص، من بدايتها يتقفل عليها وكانت تحل بطرق اخرى. اما وقد حصلت وصدر فيها قرار. تعرف هي ابتدت امتى؟ في كاس العالم. هو احنا اللي حصل في كاس العالم بنكرره بعبقريه. خلاص، قضي الامر الذي فيه تستفتي. ابراهيم، والله هي كل الاخطاء بكل التفاصيل الفنيه في رايي يمكن تقليل حدتها او التخلص من جزء كبير من اثارها لو الروح بقت اعلى شويه، لو الحماس بقى افضل شويه، لو الالتزام بقى اعلى شويه، لو القبض على الفريق بقت اقوى شويه، ولو وجد المنتخب معاه في الفتره اللي جايه ان شاء الله كل الدعم الجماهيري اللي المفترض بيمثل قوه مضافه للمنتخب المصري، مش موجوده لاي فريق. مفيش فرقه في البطوله عندها 70,000 مشجع في كل مباراه. فاتمنى ليه 10 ثواني انا كمان 90 مليون. انا برضو بقول كل اللي قلناه النهارده هي مخاوف ناس حريصه جدا على ان منتخب بلدها يكون عنده الحظوظ الاكبر باذن الله. لكن احنا مش معنى كده ان موقفنا يعني ضعيف، لكن معنى كده ان احنا لازم ننتبه ولازم نعول على الحاجات اللي بتميزنا بقى، زي ما قال الاستاذ ابراهيم، الجماهير، الملعب، الدوافع اللي نتمنى ان ما يكونش اثرت عليه هذه الاحداث، ولذلك احنا توقفنا امامها. واشكركم جميعا وعزيز ابراهيم. شكرا جزيلا للكابتن فتحي نصير خبير الكرو الكبير، امتعتنا الحياه يا كابتن. شكرا استاذ ابراهيم، شكرا يا كابتن عدلي. وشكرا لجلاد الحراس وموهوب التحليل كابتن احمد بلال، شكرا جزيلا ليك. اشكرك يا استاذ ابراهيم، اشكرك يا باشمهندس، واستمتعنا بيكم الحقيقه. دايما بنستمتع بيكم جميلا الحقيقه. خليك يا رب. ويبقى بإذن الله كل الدعاء بالتوفيق لمنتخب مصر. مصر بتنظم دورة كبيرة، عملت كل ما في وسعها من إنجازات عالية جدا على مستوى الإنشاءات، على مستوى التنظيم الرائع. يبقى فقط التوفيق للمنتخب الوطني في قادم المباريات. دمتم للأهلي دائما، ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا. وعلى خير، نلتقي مساء الاثنين القادم إن شاء الله. تصبحوا على خير، ودائما النصر لمصر.